السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في لقائكم المتجدد دائما على قناتكم الجميلة قناة الصحة والجمال، وبرنامجكم المميز جدا برنامج ساعة شهية. زي ما تعودنا وزي ما بنقول على طول، الدنيا معاكم حلوة وزي الفل. يوم جديد وساعة شهية جديدة، والنهاردة أكلة مصرية جديدة معانا. النهاردة معانا ضيف جميل عزيز، تواصلت معاه وقعدنا نتكلم عن الأكلات المصرية الشهيرة، عن الأكلات المصرية المحببة لدى الناس. المهم إيه، اتكلمنا مع بعض واتفقنا إن إحنا نقدم النهاردة منيو خاص بالأكلات الشعبية، الفول بقى والبتنجان والمسقعة والحاجات اللي بيحبها إيه الشعب المصري ديت، اللي ما يقومش يوم إلا ولازم تكون على مائدة الفطار عنده، أو إذا جاء رمضان تبقى على مائدة السحور. تعالوا مع بعض نرحب بضيف حلقة الليلة معاكم، ونرجع ندردش مع بعض، وخليكم فاكرين إن الحلقة خاصة بالأكلات الشعبية المصرية. معانا النهاردة الشيف عبد العاطي النايم. أهلا وسهلا بحضرتك بحضرتك شيفنا. أهلا وسهلا أنا بحضرتك يا شيفنا، سعيد جدا إن أنت شرفتني. ربنا يبارك في حضرتك. حضرتك قطعت مشوار وجيت، يعني أنا شاكر ليك. ربنا يبارك في حضرتك. جاي من كفر الشيخ. أكيد طبعا إن شاء الله. تحياتي لكل أهل كفر الشيخ. تحياتي لحضرتك. ربنا يبارك في حضرتك. البرنامج إن شاء الله. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك في حضرتك. نقول بقى سريعا كده، هنقدم إيه النهاردة للمشاهدين؟ إن شاء الله بإذن الله هنقدم معانا طبق عجة بالبيض. عجة بالبيض، تمام. يعني المنيو النهارده منيو شعبي مصري، اكلات شعبيه مصريه ان شاء الله باذن الله. تمام. وهنقدم معانا ان شاء الله بيض بالخضروات. بيض بالخضروات، يعني العجه غير البيض بالخضروات. دي حاجه ودي حاجه. دي حاجه ودي حاجه، عشان كل الناس بتقول ان العجه هي بيض بالخضروات. لا لا، دي حاجه ودي حاجه. والبيض بالخضروات هو هي عجه، ايه اللي اختلف؟ هنشرح طبعاً مع بعض. يبقى كده هنقدم عجه ان شاء الله، وبيض بالخضروات. بيض بالخضروات، هنقدم معانا حاجتين ان شاء الله. بطاطس هنعملها بنكهه الكباب ان شاء الله. بطاطس بنكهه الكباب ان شاء الله. كويس، حلوه دي، هنشوفها هنعملها ازاي. تمام. ايه تاني معانا؟ وان شاء الله بتنجان مقلي بالدقه. بتنجان مقلي بالدقه، تمام. وبتنجان مخلل ان شاء الله بالدقه برضو ان شاء الله. يعني النهارده اكله مصريه صميمه ان شاء الله. ومعانا نسينا الفول الاسكندراني ان شاء الله. فول اسكندراني، يعني هناكل يا جماعه. فانا بقول لكل اسره برنامج ساعه شهيه، جهزوا العيش، يلا نبدا نشتغل. بسم الله. هنبدا طبعا بال، قرب عليا كده شويه. ونبدا بقى نشتغل. شوف هتبدا بايه وقول بقى التركيبه ايه. بنقول لكل الساده المشاهدين تواصلوا معانا، ابدا انا عايزك تشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا طبعا معانا بالبيض اللي هو بالخضروات ان شاء الله. ايوه انت ابدا وهجي لك وارجع لك. بقول لكل الساده المشاهدين ابداوا اتصلوا بينا ودخلوا لي الاتصالات بسرعه، والنهارده الحلقه خاصه بالاكلات الشعبيه يا جماعه، الفول والبطاطس والبتنجان والحاجات اللي الشعب المصري دي بيعشقها، يعني مش بيحبها بس، لا بيعشقها، وكلنا بناكل منها. فعايزين نتفاعل مع الاكلات الشعبيه. نقف بقى عن اللحوم والبروتين والكلام ده، ولكن بروتيننا النهارده هو البيض. البيض داخل معانا فصلتين، نشوف الشيف هيعمل ايه ان شاء الله. هنبدا بالبيض والخضروات. معانا البيض طبعا. بيض بالخضروات يا جماعه، مش العجه. طبعا معانا بيض ان شاء الله، ومعانا بقدونس او كزبره، ومعانا ان شاء الله بصل متقطع زي ما انتم شايفينه قطع صغيره، ومعانا طماطم ان شاء الله. تمام. طبعا بنحط طاستنا على الزيت بامر طبعا كده. الاكل الشعبي ده شغال ونشرح. طبعا عشان الوقت بتاعنا. طبعا عايزك تشتغل كده ان شاء الله. معانا يرتبط الاكل الشعبي بمقادير معينه، ومثلا طبعاً بصلتين ثلاثه مش عارف ايه. طبعا ولا كل حاجه بمقادير. التركيبه بتاعته سهله اسهل. لا طبعا كل حاجه بمقادير طبعا، عشان الاكل يطلع مظبوط وحاجه كويسه ان شاء طيب الله. طيب قول لي بقى وانت شغال عملت ايه ومقاديرك ايه؟ هو ان شاء الله هنجيب بامر الله، نحط طاسه على النار، نحط عليها الزيت، ومعانا البصل متقطع، ومعانا ان شاء الله الخضره. والخضره اهيت بامر الله، نحطها مع البصل، ما تخليش البصل يستوي، خليه زي ما هو كده عادي. والطماطم برده معاه، كله مع بعض في طبق واحد اهوت. واحده يا شيف، تاني انت عملت ايه من الاول؟ احنا دلوقتي حطينا الزيت، وبعدين البصل مش هنسويه، هنسيبه زي ما هو مع الطماطم والخضروات. طبعا نحط التوابل بتاعتنا، توابل خفيفه جدا وبسيطه. معانا فلفل اسود، حاجه بسيطه جدا. يعني التوابل دي اساسيات. دي اساسيات في الاكل الشعبي. هو الشعب اللي هي عامه يا جماعه، الكمون والفلفل الاسمر والكزبره والشطه بس. دي اساسيات المطبخ المصري. اكيد دي طبعا اساسيات. أكيد. نضيف بقى احنا بعديها ايه الحركات والتكات بتاعتنا تاني في البهارات. كل شيف يمتاز ببهارات معينه وبطريقه معينه وبخلطه معينه، ولكن في الاربع انواع دول اساسيات، الكزبره والفلفل الاسمر والكمون والشطه. تمام. يبقى كده حطينا بصل مع ماده حطينا دهنيه. حطينا بصل مع ماده دهنيه، مع طماطم، مع خضروات، وحطينا معلقه نص معلقه فلفل اسود،
نص معلقه كزبره مطحونه ونص معلقه كمون، وهنحط الملح طبعا معلقه ملح على قد الايه الطبق اللي احنا بنعمله. تسلم ايدك يا شيخ. تسلم. طبعا معانا البيض. تمام. بنحط البيض على طول. تمام. يعني طبعا انا عايز اعمل مثلا الاكله دي تكفي مثلا فردين ثلاثه اربعه. تكفي فردين، هي تكفي اربع افراد، معاك بيضتين. ايوه. ومعاك حبتين طماطم وحبه بصل والبقدونس. واحده بصل. اه. حزمه بقدونس. حزمه بقدونس. اثنين بيض. اثنين بيض. اثنين طماطم. واحده طماطم بس مش اثنين. واحده طماطم. اه. ومعانا طبعا توم، توم مفروم بس هنحط حاجه بسيطه. اه التست بقى هنا. اه حاجه التست. بسيطه ما نكترش. اه. دائما يعشق الاكلات الشعبيه. اه طبعا. تمام. الحته طلعت يا شيف ايه؟ ربنا يبارك لك. انت مجهز لنا عيش بقى ولا ايه ولا العيش إيه؟ احنا علينا الوجبه وانت عليكم العيش. تسلم يا شيف. تسلم. انا متشكر جدا ان انت شرفتني. ربنا يبارك في حضرتك. يعني الشرف ليا. يعني في الطريق طريق شاق عليك وجيت لنا من كفر الشيخ. اه طبعا. اخبار كفر الشيخ ايه بقى؟ كفر الشيخ طبعا الحمد لله بخير والامور فيها الحمد لله كويسه وهاديه جدا. اخبار الكورونا فيها ايه؟ لا الحمد لله بالنسبه للكورونا الوضع يعني الحمد لله مسيطرين عليك في كفر الشيخ. طيب الحمد لله رب العالمين. الحمد لله يا جماعه يرفع عنا هذا الوباء. اللهم امين يا رب. وناشد كل المواطنين بعد رفع الحظر ان هم يلتزموا بكل الارشادات. بكل الإرشادات الخاصة من وزارة الصحة، ونتضامن مع وزارة الصحة في التعليمات اللي بترشدنا إليها إن احنا نلتزم بالتباعد، نلتزم بالكمامة، نلتزم يعني بكل حاجة، بكل الوسائل، بالتعقيم، بغسل الأيدي، بكل حاجة بترشدنا إليها وزارة الصحة يا ريت نلتزم بيها حفاظا على الأمن العام للدولة، وحفاظا على أنفسنا، وحفاظا على أولادنا، وحفاظا على بيوتنا، وحفاظا إن احنا يعني ما نتصابش بضرر وننقل الضرر للغير. تمام. ايه الجمال ده يا شيف؟ ربنا يبارك لك يا شيف. نورتني طبعا حضرتك. انت قلت لي بقى ان انت تخصصك اكل شعبي. اه اكل شعبي بس. تخصصك اكل شعبي. ان شاء الله. في اللحوم. اه بتعمل لحوم بس، لكن ده بس التخصص طبعا بالنسبه لي في الاكل الشعبي. تمام زي الفل. لو معانا اتصالات يا جماعه ندخل اتصالات مفيش مشكله، نبدا ناخد اتصالات. الله عليك، ايه السرعه دي؟ ده بالنسبه حضرتك للبيض بالخضروات. ده البيض بالخضروات. بالخضروات. زي ما هو سيبه مكانه كده. تمام. زي ما هو كده سيبه مكانه، وبعد كده بنقوله ونبقى ايه نرتب بعد كده. نقول له بقى وصفتنا سريعه هي ايه برضو؟ الوصفه ان شاء الله عباره عن اتنين بيض. ايوه. حبه طماطم، حبه بصل، طبعا ده كله متقطع صغير، مع حزمه بقدونس او كزبره الموجود يعني مفيش مشكله. طبعا مع البهارات معلقه كمون، معلقه كزبره، نص معلقه فلفل اسود، والملح طبعا ايه معلقه بسيطه جدا. ومعاك اهم شيء طبعا اللي هيديها نكهه اكتر هو التوم. توم بسيط جدا يكون مفروم. التوم. تمام. آه نركن هنا بقى. ده اول طبق معانا. ده بالنسبه لاول طبق. تمام. وبعد كده ايه نشوف هنعمل ايه. وصفتنا الثانيه ايه يا شيخ؟ وصفتنا الثانيه ان شاء الله هي البطاطس بالكباب. البطاطس بنكهه الكباب ان شاء الله. نمسح ده. تمام. البطاطس بنكهه الكباب ان شاء الله. نقول طريقتها كده وعباره عن ايه؟ هي عباره عن حبتين بطاطس متقطعين قطع. بطاطس متقطعه قطع زي ما حضرتك شايفها كده، مع الخضروات برضو البقدونس او الكزبره. تمام. تمام. ومعنا برضو الماده الدهنيه. بتتسلق ولا بتتقلي؟ اه هي بتتسلق مسلوقه. البطاطس مسلوقه. مسلوقه ان شاء الله. مقطعه مكعبات مسلوقه. مقطعه مكعبات مسلوقه ان شاء الله. تمام. طبعا انا ريحه البيض اللي انت عملته. ربنا يحفظك. عايز العيش عشان اكل. ربنا يحفظك يا شيخنا. طبعا البطاطس الكباب بيتقطع لها البصل زي ما حضرتك شايف شرايح كده، مش متقطع صغير. اه اه بيتقطع شرايح. تمام. ان شاء الله. حضرتك بنحط البصل مع الماده الدهنيه. حلوه الوصفه دي ان شاء الله إن شاء الله. هتعجب الناس اكيد طبعا ان شاء الله. طبعا لازم يكون معاك حته فحمه مع على النار عشان اه هنا بقى التكه بقى. اه هي التكه هنا ان شاء الله. هنا بقى التكه. اه طبعا ان شاء الله. هنا بقى التكه بتاعه طعم الكباب. اه طبعا كانه على الفحم يعني كانه آه إن شاء حاجه الله. على الفحم. تسلم ايدك يا شيف. تسلم يا شيفنا. حضرتك البصل بتحطه على النار لحد ما يدبل حاجه بسيطه ما تخلوش يستوي، وبعد كده ان شاء الله هنضيف له الايه هنضيف له الكزبره او البقدونس المتقطع. تمام. يعني لازم اسيب البصل شويه كده لحد ما حاجه بسيطه. اه يدبل بس مثلا ايه 50% كده. اه 50% سوى بس. تمام. بس احنا طبعا عشان قلنا الوصفه شغاله عندنا طبعا معاه الايه الثوم.
تسلم ايدك يا شيف. تسلم يا شيفنا. اهم شيء بقى هنا مع التوم معلقه سمنه بسيطه، دي هتفرق معاك في الطعم كتير. التست بقى هنا. دي هتفرق معاك كتير في الطعم يعني ان شاء الله. انت الاول بدات واشتغلت بزيت، وبعد كده بتديها اديتها زبده او سمنه. ان شاء الله زبدة حاجه أو سمنة. زبده او سمنه حاجه بسيطه. تسلم ايدك يا شيف. تسلم يا شيف. ومعاك ايه النهارده تاني بقى؟ وصفاتنا ان شاء الله معانا فول ان شاء الله. المطبخ الشعبي معانا هيبقى معانا فول. الفول يا شيف، انت بتحب الفول؟ طبعا اكيد طبعا. مفيش حد في مصر كلها ما بيحبش الفول طبعا. بل دلوقتي الفول بقى اكلات اساسيه في الفنادق دلوقتي. ايوه طبعا. من ضمن منيو الفطار. معانا البطاطس. استاذ سامي. يا استاذ سامي سلام عليكم. اول اتصال معانا. عليكم السلام. الو الو، اتفضل معاك. مع حضرتك الفنان شادي الشافعي. الفنان شاهد شادي الشافعي. شادي الشافعي، اهلا وسهلا بك يا فنان. اهلا وسهلا الفنان شادي الشافعي. حبيبي امورنا، اتفضل. بص ممكن نستاذنك ايه، نوطي التلفزيون شويه ونتكلم من التليفون، هتسمعنا اوضح. تمام يا فندم. حبيبي يا فنان. اتفضل. انا معاك. اتفضل. اهلا فناننا الجميل، كل عام وحضرتك طيب. وانت طيب يا حبيبي. اتفضل حضرتك تحت امرك. حابب ادخل مداخله مع الشيف عبد العاطي واساله في اكله شعبيه انا نفسي فيها جدا بمناسبه الحظر اللي احنا فيه. وطبعا الشيف معاك على طول. تحت امرك. الشيف معاك على طول، اتكلم. تحت امرك. اتفضل. الشيف سامعك وبيرد عليك. حبيبي الشيف عبد. اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل. حضرتك عاوز طريقه العجه بالبيض بالطريقه الايطالي. ده حاجه بسيطه جدا، تحت امر حضرتك ان شاء الله. نعمل لك العجه والبيض ان شاء الله، اللي هي بالطعميه ولا حاجه تانية؟ ماشي يا شيف بالطعميه. ما فيش مشكله تحت امرك. العجه بالطريقه الايطالي. ماشي يا فنان. هي حضرتك بتتعمل بطريقتين، طبعا الطريقه بتاعتنا المعروفه اللي هي حضرتك بتجيب العجينه بتاعت الطعميه معاها اتنين بيضتين وبتقلبها ببعضها مع حاجه بسيطه جدا من البيكنج باودر. وبتقلبها وبتنزل فيها، بس اهم شيء يكون الزيت بتاعك سخن. ويكون زيت كتير، ما يكونش زيت قليل عشان خاطر ما تحرقش منك. دي بالنسبه للعجه اللي هي بتاعتنا، لكن العجه اللي حضرتك الايطالي انت عايزها، بتجيب حضرتك العجينه بتاعت الطعميه وبتجيب اتنين حبيتين بيض مع طماطم متقطعه بالطريقه اللي حضرتك شايفها ديت، مع بصل، مع خضره متقطعه، مع زيتون مشكل. وده كله برده بتقلبه ببعضه، ولو حابب تحطها في الفرن في صينيه زي كده مثلا يكون افضل، مفيش مشكله. حابب تعملها في الزيت مفيش مشكله. تمام. تسلم ايدك يا شيف. ناخد رجب ونرجع لك تاني. تسلم. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ رجب. تحياتي ليك يا استاذ، تحياتي للشيف. ربنا يبارك فيك. وتحياتي لفريق الاعداد المحترم بتاعك. تحياتنا لحضرتك يا فندم. تسلم. قناه صحه وجمال وجميع مشاهدي قناه صحه وجمال والبرنامج. ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يبارك خلي فيك. بالك الحاجات اللي بتعملوها دي اللي بيحبها الشعب المصري. الله يبارك فيك. خاصة الناس الغلابة يعني. فانتوا تسلم يدكم بصراحة، بصراحة الأكل بتاعكم ده. ربنا يبارك في حضرتك، والله يعني بودنا إن نقدر نوصل الأكل لكل الناس والله إلى البيوت. بصراحة مطبخ غير مكلف. الله يبارك يعني فيك. غير مكلف، يعني غير مكلف خالص. ايوه طبعا، اهم حاجه التكلفه تكون بسيطه. فعلا صحيح. بس يا شيخ انا عندي عاوز خدمه منك. اتفضل. عندنا في الصعيد الله يبارك فيك في حاجه اسمها الشلولو، تسمع عنها؟ الشلولو؟ لا بصراحه. اللي هي عباره عن ملوخيه ناشفه. ايوه عباره عن ملوخيه. دي الشلولو، دي الشلولو بقى. الشلولو. انا سمعتها الشلولو حاجه ثانيه. الشلولو. ملوخيه ناشفه. دي معموله ملوخيه ناشفه. وتوم. بقول لك في واحد معانا عم علي معانا في الكنترول قريبك، فاول ما قلت الشلولو فهو سمع قال لي قول له ملوخيه ناشفه. ايوه ملوخيه ناشفه دي مشهوره السنه دي على التواصل الاجتماعي. ايه رايك كده انا اسمع منك الوصفه الجميله بتاعتها منك انت بقى؟ خلي بالك دي ضد الكورونا بقى. ضد الكورونا؟ يا سلام، هي اللي نفعتنا في الصعيد بصراحه. طب خلي بالك ملوخيه ناشفه. طب احنا عاوزين ناكل شلولو، تفضلوا عندنا تعال. تحت امرك. ملوخيه ناشفه خلي بالك. ملوخيه ناشفه. ربنا يبارك.
تحياتي ليك وتحياتي لاهل الصعيد وربنا يبارك فيك. والابتسامتك الجميله وضحكتك الحلوه ومشاركتك معانا ربنا يبارك فيك وتسلم لي. نشوف انت عملت ايه. بالنسبه كده خلاص يا شيخنا، البطاطس بنكهه، البطاطس بنكهه الكباب حضرتك زي ما انت شايف. يا سلام عليك يا شيخنا. بسم الله. طبعا بتعمل لها توسطنها، توسطنها حاجه بسيطه كده. يا سلام عليك يا شيخ، انت غوي بقى تتعبني، مقرب الاكل مني. معلش بقى استحملني، استحملني بس. وتقول لي كباب وبطاطس، وانا فعلا يعني من عشاق الاكل الشعبي تمام، زي ما كل المصريين. وعم رجب لسه بيقول لك ده الاكل ده الاكل المصري البسيط. وفعلا مطبخنا النهارده اقتصادي، وما شاء الله في حركات وتكات كده حلوه يا جماعه في تغيير الاكل الشعبي. تمام. طيب احنا خلاص خلصنا الطبق بتاعنا اللي هو بالنسبه لبطاطس نكهه الكباب. ايوه قولها بقى وانت شغال كده. بنجيب طبعا ثلاث حبات بطاطس. وانت شغال برضه هتعمل ايه؟ بتجيب ثلاث حبات بطاطس وتقطعهم مكعبات زي ما حضراتكم شايفين، مع بصل شرايح زي ما احنا مقطعينه كده، بصل شرايح هنا. طيب هناخد تليفون ونكمل تاني. مفيش مشكله. ام ايمن اهلا وسهلا يا ام ايمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يبارك فيك والاكل الحلو ده والله. ربنا يبارك في حضرتك. الله يخليك. بقول لك العنب بقى كتير والمكنس، عايزين طريقه الزبيب وطريقه القمر الجيم. طريقه ايه؟ الزبيب والقمر الجيم. الزبيب؟ اه. الزبيب والقمر الجيم. ليه طريقه؟ حضرتك عايزه الطريقه المعينه بتاع الزبيب اصل. على اساس ان العنب كتير والمكنس. يعني انت عايزه تجففي العنب لحد ما يبقى زبيب. ايوه. واعمل والقمر الدين. طيب تمام والقمر الدين حاضر. وكنت طلبت منك البرجر والتوميه وانت نسيت. لا احنا عملنا التوميه وجاوبنا على البرجر لو رجعت الحلقات. لا والله ما طب كان معانا الشيف كان معانا الشيف امل جاوبت على البرجر، وكان معانا الشيف فاتن عملت التوميه. متشكره قوي يا سيدي. ربنا يبارك في حضرتك. انا ما شفتهاش بعدالي ثاني. معلش حاضر انا عدالك. وبقول لكل الساده المشاهدين يا جماعه ممكن انتوا تسالوا السؤال احنا بنجهزه، ممكن ما نجاوبش الحلقه دي وما نلحقش فبنجاوب الحلقه اللي بعدها. تمام؟ فيعني معلش سامحونا الوقت بيبقى ضيق وما بنلحقش نجاوب، وبيبقى كل حلقه متخصصه في حاجه، فبنحاول نحصر كل الاسئله اللي خاصه بالحلقه. يعني النهارده مثلا حلقتنا كلها عن الاكل الشعبي، فهنأجل اي اسئله في حلقات تانية نتكلم النهارده عن الاكل الشعبي. فيا ريت اللي شاركنا يشاركنا في الاكل الشعبي البسيط اللي بنعمله على مائده الفطار. ومش ناسيينكم برضو في كل الاسئله اللي انتوا قلتوها، مع العلم اللي ما سمعش سؤاله او عاوز استفسار اي اكله يرجع على حلقاتنا على اليوتيوب، بيكتب ساعه شهيه تطلع له كل الحلقات بفضل الله، يلاقي كل حاجه موجوده. نقول كده انت عملت ايه يا شيخ؟ حضرتك هنرجع تاني نقول احنا معانا بطاطس مقطعه ثلاث بطاطسات، حبات بطاطس مع بصل متقطع شرايح زي ما حضرتك شايفين، ومعانا البقدونس والثوم المفروم. تمام بنجهز ده كله زي ما حضرتك شفتوا حطيناه على النار وجهزناه. هو خلص دلوقتي، اهم حاجه الفويل بتاع الالومنيا. البطاطس كانت مسلوقه في الاول. كانت مسلوقه في الاول، ومعانا طبعا الفويل ومعانا حته فحم. طبعا لازم يكون معاك حاجه عشان تغطي بيها عشان خاطر الدخانه. ناخد الكابتن مدحت صالح حكم كره قدم ونرجع لك تاني. تمام مفيش مشكله. يا كابتن مدحت اهلا وسهلا بحضرتك. يا شيخ فرقد عامل ايه؟ ربنا يبارك في حضرتك، نورتني. وحشنا والله. اخبارك ايه؟ الله يكرمك، الله يبارك فيك. نور الله ونشوف معارضك. معلش مش فاكر الاسم بس بعتذر. الشيف عبد العاطي معاك، منور الدنيا. عبد العاطي طبعا منور. اهلا بحضرتك يا كابتن. اول ما تبقى عاوز تفتكر الشيف عبد العاطي نام على طول. عبد العاطي نايم. تحت امرك يا فندم. لقب العيله بقى. انت من الناس المحترمه اللي ربنا يبارك في حضرتك يا فندم. حبيبي يا كابتن. كان ليا سؤال بس لحضرتك. اتفضل. مش عارف هو بره الحلقه بس انت خبره عن اي حد يعني. تحت امرك امرني حبيبي. كان ليا سؤال بس يا شيف رائد، يعني في مكمل غذائي مثلا كويس اقدر استعمله ولا الحاجات دي لها اضرار او لها سلبيات؟ بص هو احنا طبعا بنحترم اي منتج يطرح في السوق ما دام عليه ترخيص من وزاره الصحه. بنحترم اي منتج يطرح في السوق ما دام عليه ترخيص من وزاره الصحه، دي اول حاجه. ثانيا اي حاجه مجهوله المصدر ما عليهاش ترخيص من وزاره الصحه انا بنصحك ما تتعاملش معاها. ده دي قاعده اساسيه. باسم نوع معين او حاجه معينه ولا ممكن اديك اسماء انواع معينه ان شاء الله، بس بعد الحلقه يا ريت تسيب رقمك او تاخد رقم من الكنترول. ثانيا انا ممكن اوصلك ماشي، ممكن اتوصلك لمكمل غذائي طبيعي بنسبه 100%
كله تركيبه طبيعيه ماشي، كل التركيبات بتاعته طبيعيه، عليه عسل ابيض، عليه غذاء ملكات نحل، عليه مثلا زنجبيل، عليه زيت زيتون، عليه حاجات يعني مكملات كلها طبيعيه. ان شاء الله تواصل معايا كابتن مدحت، وان شاء الله باذن الله يعني هتكون باذن الله مستفيد، عشان مش هقدر اقول لك عن اي حاجه دلوقتي. ربنا يبارك فيك وشكرا ليك لمتابعتك وانك تخصني بالسؤال، ربنا يبارك فيك. طبعا التكه في وصلنا لحد ايه؟ وصلنا لحد ان احنا نجيب الفويل والفحم، خلاص كده؟ تمام. طيب انا هخلي الشيف عبد العاطي هو اللي يرد على السؤال ده. قول الو. 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 طب نخلص ده. لا لا شوف الاتصال الاول. طيب. السلام عليكم. عليكم السلام. شيف عبد العاطي. ايوه مع حضرتك. اتفضل يا فندم. ازيك يا شيف عبد العاطي؟ الله يسلمك. ازيك يا فندم؟ كل عام وحضرتك طيبه. وانت طيب، ربنا يحسن مباني ايديك ويبارك فيك يا رب. ربنا يبارك في حضرتك يا فندم، تحت امرك. دي من العيله تقريبا. من عائلة المال. ربنا يصلح حالك ويحسن مباني ايديك ويوفقك يا رب. ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب. كل الف سنه وانت طيب. عند حضرتك اي سؤال؟ في سؤال عند حضرتك؟ ماشي شكرا ليك. عاوزين نعرف طريقه البيض بالعجة. البيض بالعجة معانا اهو. ماشي ماشي حاضر، تحت امرك تحت امرك. تمام. ام محمد، اهلا وسهلا يا ام محمد. مساء الخير يا سيدي. مساء الخير يا فندم. منورين الساسه والله. ربنا يبارك في حضرتك يا فندم. الله يخليك. لو سمحت عايزه طريقه الكاتشب البيتي. الكاتشب؟ ايوه حضرتك. حاضر. الكاتشب البيتي. معلش تقوله لي دلوقتي يعني عشان عاوزاه ضروري. حاضر. طيب طيب هقوله لك حاضر ماشي. مع ان الحلقه خاصه بالاكل الشعبي، ولكن ان شاء الله هقول لك على الكاتشب. ماشي. بس بعد ما الشيف عبد العاطي يكمل الكباب اللي مش راضي يخلص. مش عايز يخلص بقى، عجوز. يلا كده هنعمل ايه؟ اهم حاجه طبعا في ناس بتتعامل بزيت وفي ناس بتتعامل بسمنه. بالسمنه طبعا يكون افضل، عشان خاطر السمنه مع الفحم تحرق اقوى. تجي حاجه ما شاء الله، حاجه كويسه. هنا بقى ده الفحم بقى اللي هيطلع لنا ايه؟ ده النكهه بتاعت الفحم ان شاء الله. والسلام عليكم يا سيدي. نقفلها كده عشان نقفلها عشان ما تخرب رائحه الفحم. تمام. نسيبها هنا وبعد كده نفتح الصندوق. ان شاء الله كده ان شاء الله هنعمل. طيب. ناخد تليفون وارجع لك تاني. اتصالاتك كتير يا شيف. مدام ايمان، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا فيك، اتفضلي. ممكن اكلم الشيف عبد العاطي؟ الشيف عبد العاطي معاك على طول، اتفضل. اتفضلي حضرتك. يا شيف الله يكرمك، كل عام وحضرتك طيبه. منور الدنيا كلها. ربنا يخليك، ربنا يحفظك، اتفضلي. ممكن بس طريقه البذنجان المخلل؟ تحت امر حضرتك يا فندم. ويا ريت يبقى معانا على طول الوصفات الجميله دي. تحت ان شاء أمرك. الله ان شاء الله بامر الله. ان شاء الله ربنا يوفق حضرتك يا رب. ربنا يحفظك يا فندم. هو بالنسبه للسؤال، شكرا ليك. بالنسبه للسؤال بتنجان المخلل، ماشي نجاوب اي حاجه في الاكل الشعبي نجاوب على طول. هنجاوب على طول ان شاء الله. بالنسبه للبتنجان، حضرتك بتجيب البتنجان وبتقمعيه زي كده مثلا، وبتجهزي معانا ليمون متقطع قطع صغيره زي دي كده، ومعانا جزر، ومعانا فلفل الوان، وطبعا في موجود معانا خل، ومعانا البهارات بالنسبه للكمون وكزبره فقط لا غير، ما تزوديش، لان طبعا بيتعمل بطرق كتير. فكل طبعا ده بالنسبه للبتنجان اللي هو المخلل اللي بيتقلى. لو حضرتك عايزاه مسلوق، بتسخني النار الاول، تحط الميه على النار وتسخنيها الاول، وبعد كده تحط البتنجان لحد ما يتسلق ثلاث ارباع سوا، وبعد كده حضرتك بتطلعيه بتكون مجهزه له الليمون مع ثوم مدقوق مع الملح والبهارات، مع في حضرتك اللي هو الفجل، راس الفجل اللي هو الاحمر عامل زي البنجر عندنا، وحضرتك طبعا بتحطيه معاه، بتغليه الاول مع البتنجان وهو بيتسلق، وبتطلعيه حضرتك وتحطيه في الميه بتاعته وتسيبيه لتاني يوم، هتاكلي منه بالف هنا وشفاء. تسلم ايدك يا شيف. ناخد ناصر من دمياط ونرجع تاني. كمل يا شيف، ابدا الشغل عشان الوقت. احنا دلوقتي ان شاء الله الشعبي. تمام. عايزين نخلص يا استاذ ناصر. اهلا وسهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك واهلا بالشيف عبد العاطي. الشيف عبد العاطي منور الدنيا، اتفضل. ابو مكه اتفضل معاك. لو سمحت بس بعد اذنك عايز اعرف طريقه المسقعه لو سمحت. طريقه المسقعه ماشي زي الفل. ايوه كده، عايزين نتفاعل يا جماعه مع الاكل الشعبي. تحت امرك. المسقعه بالنسبه يا استاذ ناصر، طريقه المسقعه ان شاء الله حضرتك في تابعنا من التلفزيون واستمع الوصف. بنعملها بكذا طريقه حضرتك. بنعملها بكذا طريقه حضرتك. ممكن بتقطع البرنجان حلقات زي كده مثلا،
بتقطعها حلقات زي كده بسيطه او مدور او ممكن تقشر الباذنجان. طب ناخد تليفون ونرجع تاني نكمل. طيب اجيستي اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام. وطينا التلفزيون شويه معلش التليفون فصل. حاول تتصل بينا تاني نكمل وصفتنا. بالنسبه للمسقعه حضرتك بتجهز الطماطم طبعا بتضربها في الخلاط معاك توم يستحسن تحط توم معاها وهي بتتفرم مع حب مع بصل بسيط وبعد كده بتجهز الخلطه بتاعتك اللي هي على النار بتجيب الزيت وتحط عليه البصل طبعا بصل كله متقطع زي ما حضرتك شايفين اللي هو البصل المكعبات الصغير وبتحط عليه التوم مع الطماطم وبتجهز معاك شرايح فلفل الوان مع بطاطس وبتجهزها على النار وبتحط ده كله وبعد كده بتجيب طاجن وتحط الطاجن ده في مثلا بتحط الطاجن في الفرن لمده 10 دقائق بعد ما يستوى على النار بيطلع لك بالف هنا وشفا. نشتغل يا شيف احنا معانا وقت قد ايه؟ بالنسبه للعجه والبيض عجه البطاطس بنجهز طبعا حضرتك معانا البطاطس بتقطعيها زي ما انت شايفه كده او تبشريها خلينا نبشرها ده بالنسبه للبطاطس تكون تبشريها احسن وبنجيب معانا ان شاء الله ثلاث حبات بيض كل بيضه معاها حبات بطاطس مع البقدونس مع الطماطم مع الزيتون زي ما حضراتكم شايفين كده ناخد ملك ونرجع تاني مفيش مشكله يا ملك اهلا وسهلا بحضرتك الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ممكن اعرف طريقه الطعميه السوري ماشي تحت امرك كويس كويس التفاعل الجميل ده في الاكل الشعبي عايزه حاجه تانية يا ملك لا شكرا ماشي طعميه السوري اللي هي بالحمص تمام بالحمص معانا سمر بعد ملك الو يا سمر عليكم السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته ازي حضرتك شيف عامل ايه؟ الحمد لله كل عام وحضرتك طيبه منور التلفزيون يا رب والله ربنا يبارك في حضرتك الله يخليك لو سمحت يا شيف اتفضلي معاك ممكن بس طريقه الفراخ المشويه على الفحم حاضر الفراخ المشويه على الفحم ماشي حاضر ماشي شكرا شكرا لك شكرا لله يلا شفنا كده نرجع تاني لوصفه العجه بالبيض اللي هي بالبطاطس حاجة بسيطة جدا ومش مكلفة ممكن تعملها بطريقتين وحاجة موجودة في المطبخ بتاعنا لو مش هتعملها ما فيش عندك زيتون ممكن تعمليها بالبطاطس والطماطم والخضروات ومعاكي مثلثات جبنة أو جبنة موزاريلا ما فيش مثلثات جبنة أو جبنة موزاريلا مثلا أو جبنة رومي ما فيش مشكلة ممكن تعمليها من غير الثلاثة دولت وهيبقى لها برضو طعم وحاجة كويسة ما شاء الله تمام زي الفل احنا بنجيب دلوقتي قلنا ثلاث بيضات نشرح من الأول ثلاث بيضات مع حبتين بطاطس ثلاث بيضات مع حبتين بطاطس مع طبق زيتون زي ما حضراتكم شايفين بناخد نص الطبق بس ومعانا الطماطم ومعانا نص كوبايه زيت زيتون طب استاذنك نروح للاقصر ونرجع تاني تحت امرك اتفضل ناخد هناء من الاقصر حنان هناء حنان يا شيف حنان ايه يا عمري يا شيف كويس الحمد لله رب العالمين طب وطينا التلفزيون شويه ماشي ممكن تديني طريقه الكريب نعم طريقه ايه الكريب حاضر يا حنان الكريب ماشي الحاجه ناديه معانا الو حاجه ماجده الحاجة ماجدة اهلا وسهلا بحضرتك ماجدة اهلا وسهلا بحضرتك يا امي اهلا وسهلا بحضرتك ازيك يا شيخ ربنا يبارك فيك الله يبارك فيك الله يخليك لو سمحت تكلم الشيف عبد العاطي لو سمحت تحت امرك اتفضلي حضرتك اتفضلي ازيك يا شيف عامل ايه الحمد لله بخير كل عام وحضرتك طيبة الحمد لله لو سمحت والله عاوز اعرف طريقة المسقعة باللحمة المفرومة تحت امرك حاضر ماشي يا حبيبي مسقعة باللحمة المفرومة ماشي معايا أيوة. استاذة اسراء اهلا وسهلا بحضرتك السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته لو منور الدنيا يا شي ربنا يبارك في حضرتك اتفضلي لو سمحت ممكن اعرف طريقه البصاره الايه عمل البصاره طريقه عمل البصاره خلي بالك انت معاك خمس دقائق تمام هنعمل الوصفه دي تمام وان شاء الله كده لو معانا حاجه تانية نبقى ان شاء الله نحددها في حلقات تانية لان الاكل الشعبي حد واسع ووصفاته كتيره واحنا بنشكرك على المجهود الرائع ده معانا ربنا يبارك في حضرتك واتصالاتك كتيره والناس تفاعلت فعلا مع الاكل الشعبي البسيط الخفيف يا ريت عندنا بقى كده ايه عندنا طريقه
المسقعه باللحمه المفرومه. يلا الاكل الشعبي نجوع. المسقعه باللحمه المفرومه هي نفس عمل المسقعه اللي هي المسقعه العاديه، بس بنضيف لها اللحمه طبعا بعد ما نحطها على النار ونسويها حاجه بسيطه. وبعد كده حضرتك بتحط المسقعه، بتحط بتنجان، رقه بتنجان، وبعد كده صلصه، وبعد كده لحمه مفرومه، وبعد كده رقه تاني بتنجان، وبعد كده تحط الصلصه على الوش وتدخل الطاجن الفرن. ده افضل طريقه ليها. تمام زي الفل. نقول وصفتنا كده هتوديها تخش الفرن ولا تتعمل ازاي؟ دي بتدخل الفرن على درجه 250، درجه عاليه، درجه 250. ايه السر بقى ما نسويهاش على نار هاديه عشان حاجه تستوي؟ لو هتسويها على نار هاديه يبقى على البوتاجاز هنا عشان خاطر ما تلسعش منك، لان الفرن بالنسبه للفرن بيكون ناره من كل جهه حاجه عشان تطلع بسرعه. طب يعني كده هتخش الفرن؟ ان شاء الله تخش. طيب الفرن على كده بسرعه يا شيفنا بقى قبل ما اخد خالد وارجع لك تاني. استاذ خالد. ايوه اتفضل مع حضرتك. بقول لحضرتك كنت عاوز اعرف طريقه الطعميه بحمص الشعير. الطعميه بالحمص، الطعميه السوريه صح؟ وتقول لنا على الاكلات اللي هي، تقول لنا على الاكلات اللي هي بتزود المناعه من الاكلات الشعبيه الموجوده في مصر. ممتاز ممتاز جدا، سؤال قيم جدا 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 في الفطار. ممتاز تمام، يا ريت حضرتك تقول لنا عليها. زي الفل. ماشي تمام حبيبي تسلم. انا بنصحك كده بقاعده عامه عندك في الفطار تمام، وبنصح كل الساده المشاهدين لتقويه المناعه. اولا خش على الخضروات الورقيه باكملها، الخضروات الورقيه باكملها. هكمل لك بس بعد ما اخد مريم. الو يا مريم. ايوه يا شيخ اتفضلي. ممكن اعرف طريقه البيتزا؟ البيتزا حاضر عينينا يا مريم. طريقه سلام. البيتزا سلام. عند حضرتك اي سؤال تاني؟ لا شكرا. شكرا لحضرتك، شكرا ليك وتفاعلك معنا. يا جماعة قاعدة عامة، لازم يومنا ما يعديش من غير خضروات ورقية. نكمل بعد ما ناخد الدكتورة عزة. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتورة. أهلا وسهلا، أنا أتكلم الشيف عبد العاطي. الشيف عبد العاطي تحت أمرك يا دكتورة. ازيك يا شيف عبد العاطي عامل ايه؟ الله يسلمك. ازيك يا دكتورة، كل سنة وحضرتك طيبة. وحياك طيب. عايز أعرف بس البطاطس بطعم الكباب. تحت أمر حضرتك، هنعيد الوصفة تاني ولا لحضرتك تاني إن شاء الله؟ ماشي، ربنا يبارك فيك يا رب. تحت أمر حضرتك، الدكتورة عزة أختي. ما شاء الله، ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك في حضرتك. طب يا دكتوره، ممكن دكتوره تخصص ايه؟ انا خليكي معايا بس لحظه. تخصص ايه دكتوره؟ لا دكتوره في الجامعه. دكتوره في الجامعه. نعم مايكروبيولوجي. انا مش سامع حد يوصل. مايكروبيولوجي. طيب ماشي شكرا ليك. الدكتوره اسراء، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، ربنا يبارك في حضرتك. ممكن لو سمحت اكلم الشيف عبد العاطي؟ دكتوره اسلام. الشيف عبد العاطي معاك. الدكتورة اسلام اختي برضو. اسلام ايوه. الو ايوه مع حضرتك. ايوه دكتوره اتفضلي. يا دكتوره ازيك يا شيف، منور الدنيا. ازيك يا دكتوره، ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب. منور الدنيا. ممكن تعمل لنا الطعميه بالجبنه؟ تحت امرك، بس ان شاء الله ممكن تكون، هنقول لحضرتك على الوصفه وان شاء الله ممكن تكون في حلقه ثانيه بامر الله. ماشي دي عايزين. تمام الدكتوره لسه معانا؟ معانا يا دكتوره. طيب ولا خلاص؟ هاجر اهلا وسهلا يا هاجر. ازاي حضرتك يا شيف؟ الحمد لله رب العالمين. ازيك يا هاجر؟ منورين. نورك، ربنا يبارك فيك. اتفضلي امورينا. ممكن اعرف طريقه الكبده الاسكندراني؟ الكبده الاسكندراني. حاضر حاضر. حاضر. الكبده الاسكندراني حاجه بسيطه جدا وسهله جدا، هي معتمده على توم مفروم وخل وتوم وتوم وخل وكمون. وحضرتك بتقطع الكبده شرايح او بتقطعيها صوابع طويله كده، ومعاها برضو فلفل رومي. بتحط الطاسه بتاعتك على النار وتحط عليها الماده الدهنيه بتاعتك الزيت، وبتحط الكبده الاول، وبعد كده بتضيف لها الثوم والفلفل اخر حاجه، وبالف هنا طبعا. تمام معانا اخر اتصال. طيب يا جماعه عشان تقريبا الوقت بتاعنا خلاص قرب بينتهي. اجياست رجع تاني تقريبا. الو السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ ربنا يبارك في حضرتك. يا حضرتك منور الدنيا والله. ربنا يبارك في حضرتك بيشتغل. احنا كده خلاص، احنا خلاص كده هنودي الفرن ومعانا البتنجان خلاص كده. ممكن حضرتك تعملنا طريقه العجه الله يخليك؟ طريقه العجه تاني. طريقه العجه تاني. شكرا يا شيخ. ماشي عيد بقى طريقه العجه يا شيخ عشان كده. طيب العجه حضرتك بتجيب بطاطس بنبشرها زي ما حضرتك شايف كده، وبنجيب معاها طماطم متقطعه قطع، وبنجيب معاها جبنه رومي وجبنه موزاريلا وجبنه مثلثات. حضرتك طبعا ده كله بتجهزه مع توم، مع البهارات بتاعتك، فلفل اسود، كمون، كزبره ناعمه ان شاء الله. ده كله حضرتك بتضيفه ني في ني،
مع صينيه زي ما حضرتك شايف زي صينيه البيتزا كده، وبتحط عليها زيت، لازم الزيت طبعا بالفرشه ديت بالفرشه حضرتك، وبت على الصينيه كلها علشان خاطر البيتزا ما تلزقش منك، اللي هي بالنسبه لعجه البيض. وحضرتك بتحطها على نار في الفرن 250، بتسيبها بالظبط من 15 دقيقه ل 20 دقيقه ان شاء الله، وبالف هنا. تسلم ايدك يا شيف. وقتنا خلص ولا لسه معانا وقت يا جماعه؟ لسه. طيب تمام. طيب. هنشتغل في ايه تاني يا شيف؟ هو دلوقتي احنا معانا البتنجان طبعا المقلي بالدقه. تمام. ده حاجه بسيطه جدا جدا جدا. بتقطع البتنجان زي ما حضرتك شايف. بنقطع البتنجان وبنحط طبعا اهم الدقة حاجه. الدقه بقى نشرح الدقه بتاعته اهم شيء. الدقه بنجيب ليمون وبنقطعه مع فلفل الوان مع ثوم مع كمون بسيط جدا مع جزر، بنحط ده كله في الخلاط. معانا الخل اهم شيء، ما ننساش الخل. والملح بيبقى بسيط جدا. تضرب ده كله في الخلاط، وبعد ما تطلع البتنجان بتاعك طبعا بتحط الدقه بتاعته عليه، وبتسيبه 10 دقائق عشان خاطر يشرب الدقه بتاعته، وبعد كده بالف هنا وشكرا. تمام. طبعا بشكر شيفنا الجميل على سرعه اجابته على الاسئله، وهو مهتم جدا بالاسئله. طيب الطعميه السوري؟ الطعميه السوري حضرتك بنجيب حمص اللي هو حمص الشام بتاع الكشري. ايوه. تحطه على النار، تحطه في ميه لمده 12 ساعه. من بالليل لتاني يوم. من بالليل لتاني يوم، وبتكون جاهز معاه حزمه بقدونس او كرات ومعاهم كزبره، طبعا ما بياخدش خضروات كتير، ومعاهم ثوم، وطبعا بتضرب ده كله في المفرمه كبه. في المفرمه او الكبه. تمام. حسب المتوفر الموجود في البيت يعني. وده كله في مفرمه او في كبه ان شاء الله، وبتطلع العجينه وبتضيف لها بيكنج باودر، بلاش كربوناته لان الكربونات طبعا ليه اثار سلبيه. تمام. خلينا في البيكنج باودر يكون افضل واحسن. وبنقلب زيت ساخن زي الطعميه العاديه. طبعا. طبعا اهم حاجه الزيت. تمام زي الفل. عندنا المسقعه باللحمه المفرومه، جاوبت عليها؟ جاوبنا عليها خلاص. جاوبنا على المسقعه باللحمه المفرومه. البصاره، البصارة لسه ما جاوبناش عليها. لسه ما جاوبناش على البصارة. طيب استأذنك قبل ما نجاوب على البصارة، بس عشان وقتنا ما ينتهيش، في سؤال قيم جنة، اللي هو ايه؟ حاجات من الاكلات الشعبية البسيطة تقوي المناعة. بنقول لكل السادة المشاهدين، الخضروات الورقية، بقول لكل ست بيت، بقول لكل ام، اهتم جدا بالجرجير، اهتم جدا بالجرجير، البقدونس، الكزبرة، ده كله يبقى معاكي في السلطة بعد الخضروات الورقية. الخس، الخس الكوبتشة، الكرنب، الكرنب اللي هو الأحمر، الكرنب اللي هو الأبيض، كل الحاجات دي مهمة جدا وموجودة. بعد كده الفلفل الرومي الأخضر، الفلفل الأحمر، الفلفل الأصفر اللي هو الفلفل الألوان، والحمد لله دلوقتي الفلفل الألوان كان غالي، ولكن دلوقتي سعره بسيط جدا، ب8 جنيه وب6 جنيه وب10 جنيه حسب المكان اللي انت متواجدة فيه. الأسعار بتختلف من سوق لسوق، أو من ماركت لماركت، أو من مكان لمكان. تمام. مهم جدا الفلفل الألوان الأيام دي في كل الأكلات، مهم جدا يا جماعة. بعد كده الفاكهة، واشتغلي على الفاكهة الموسمية، الفاكهة الموسمية الموجودة دلوقتي، مثلا البطيخ، الأناناس، المشمش، البرقوق، الخوخ، كل الفاكهة اللي موجودة نبدأ نخلي دائما الفاكهة متواجدة عندنا في المطبخ باستمرار، يعني ما يعديش يوم إلا نفات ناخد ثمرة فاكهة أو ثمرتين فاكهة على الأقل مع تناول الخضروات الورقية. وبنبتعد عن البيض بقدر الإمكان مرة أو مرتين في الأسبوع، وده حسب ما أرشدت الأطباء يعني، على ما أعلم نبعد عن البيض تقريبا، نخليه مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع بالكتير. ونبدأ بقى إيه، نتعامل مع الجزر، نتعامل مع الحاجات اللي هي الطبيعية. نعم. طيب ماشي. هو الشيف آخر حاجة بيعملها هي البتنجان بالدقة. تمام. نقول الدقة بقى والبتنجان. الدقة حاجة بسيطة جدا طبعا، بنجيب معانا بهارات الكزبرة الناعمة مع الكمون الناعم مع الثوم المفروم والملح. تمام. ومعانا طبعا والخل. لازم طبعا الثوم والخل، ومعانا الملح، وطبعا ممكن تحط جزر بيكون مبشور يكون افضل. حلو بسيط. هنا استخدمنا الخضروات الورقيه اهو. اللي هو الكزبره والبقدونس. طبعا. تمام. الكزبره والبقدونس يا جماعه، ولو في فلفل الوان طبعا، او الليمون، ولو في اي اكل. ولو في فلفل الوان يكون افضل حاجه، بدي ما شاء الله حاجه كويسه. الفلفل الالوان يا جماعه مهم، يا جماعه نركز على الخضروات الورقيه والفلفل الالوان، غني بفيتامين سي طبعا، والجزر والبتنجان. تمام. يعني زي ما بيقولوا كده، لحمه الفقير اللي هي البتنجان، حديد الفقير. طبعًا. بس بقدر الامكان نبدا نستخدمه دائما في الطواجن. ممكن نسلقه، ممكن ناكله مخلل،
ممكن يعني بعيد عن الزيت بشويه، ولو قليناه في الزيت ممكن نطلعه على بقدونس بعد ما نقلي نطلع على بقدونس عشان يخف من الكوليسترول بتاع الزيت. الخضروات بتمتص الزيوت وتخفض من نسبه الكوليسترول اللي هي موجوده مع في البتنجان بعد ما شرب الزيت، او على مناديل مخصصه للمطبخ. مناديل مخصصه للمطبخ احنا معانا المناديل موجوده. بس في معلومة مهمة لازم نقولها بالنسبة للعجة بتاعت البيض بالبطاطس. أيوة. هي عليها زيتون مخلل. بالنسبة للملح خلي الملح خفيف جدا عشان الزيتون الزيتون ما يتفاعلش معانا. لان في ملح الملح ما يزيدش معانا. الملح ما يزيدش معاك. طيب انا بشكر كل السادة المشاهدين اللي تواصلوا معانا في الحلقة، واللي بيتواصلوا معانا بعد الحلقة، اللي بيتصلوا بينا واللي بيكلمونا واللي بيبعتوا لنا رسائل. انا بشكر كل حد بيشاهد برنامج ساعة شهية، بشكر قناة الصحة والجمال، بشكر إدارة قناة الصحة والجمال، بشكر كل الشيفات اللي شرفتنا في حلقات برنامج ساعة شهية منذ أن بدأنا البرنامج من حوالي 7 سنين، وإحنا إن شاء الله وإحنا ما شاء الله شغالين استضافات في شيفات حبايبنا وأصدقائنا وستات بيوت شاطرين يفيدوا الناس بكل الأكلات والوصفات البسيطة. نوعنا في مطبخنا، نوعنا في حلقاتنا، عملنا حلويات، عملنا أكل شعبي، عملنا كل الوصفات. اللي يا جماعة ما بيلحقش يسمع حلقتنا أو ما يشاهدش حلقتنا يراجع الحلقات موجودة على اليوتيوب، واللي ما بيقدرش يكلمنا من خلال أرقام التواصل في عبر وقت البرنامج يتواصل معانا عبر برنامج عبر صفحة برنامج ساعة شهية على الفيسبوك أو على صفحة الشيف رائد على الفيسبوك. وارجع أشكر الشيف عبد العاطي، ربنا يبارك في حضرتك، أنت نورتني وشرفتني وربنا يبارك فيك، ربنا شكرا يبارك على الجهد المبذول وتشريفك لنا من كفر الشيخ. وبكده تكون انتهت حلقتنا وعملنا أكلات بسيطة وسهلة ومحبوبة لدى الجميع واقتصادية وخفيفة. وانتظرونا في حلقات جاية كتير من برنامج ساعة شهية. ألقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والدنيا معاكم حلوة وزي الفل. ننادم وياكم مطبخنا هنتعلم أكلات صحية مفيدة معاكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة لموعد يومي معاكم في المطبخ وفي مطبخنا هنتعلم أكلات صحية مفيدة.